مساء الخير. معارضو حسان دياب يعودون إليه متضامنين ورافضين المس بموقع رئاسة الحكومة. تقرير الزميل نانسي صعب. ربما خلط ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس أوراقا كثيرة، لكن الأكيد كان تثبيته ورقة واحدة لا يزال صوتها الأعلى ولا تزال جامعة لغالبية الطبقة السياسية، أن الطائفة والموقع أكبر من القضاء. لا ينسى أحد خط دار الفتوى الأحمر لحماية فؤاد السنيورة، وهو نفسه الخط رسم مرة جديدة، لكن المفارقة هذه المرة أنه رسم من أجل حسان دياب. يوم كلف الرجل حجبت كتلة المستقبل أصواتها عنه، ولم تحدد دار الفتوى موعدا له بعد التكليف، وأنزل ما يعرف بنادي الحكومات السابقين على حكومته أقصى التهم، حتى كادت الذاكرة تقول إن دياب هو المسؤول عن تراكمات الأعوام الثلاثين، لكن دعاء صوان عليه تحول مسا بموقع رئاسة الحكومة. صحيح أن زيارات دياب إلى مفتي الجمهورية لا يزال أقل من أصابع اليد الواحدة، لكن المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان كان من أوائل من استنكروا الادعاء عليه، فأصدر بيانا شدد فيه على أن الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين، ويصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية، داعيا إلى ترك القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد وانفتاح بعيدا عن الضغوط ومن دون تقييده بسلاسل السياسة، قبل أن يتصل دريان بدياب ويشيد به وبنظافة كفه ويؤكد دعمه له ووقوفه إلى جانبه ورفضه التطاول على رئاسة الحكومة. لكن المفاجأة الأشد وقعا كانت في زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى السراي الحكومي، 10 دقائق من لقاء بدأ باستقبال دياب للحريري عند مدخل السراي، وانتهى بوقوف دياب عن يمين الحريري أثناء إلقاء الأخير كلمة التضامن. جيت على رئاسة الحكومة لعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح يلي ارتكبه القاضي باستدعاء رئيس الحكومة بادعاء على رئيس الحكومة. الدستور واضح، ورؤساء الحكومات بيمثلوا فقط أمام محكمة خاصة بشكلها مجلس النيابة. رئاسة الحكومة مش للابتزاز من الآخر، وهذا الشيء مرفوض ونحن مش هنقبل. أهالي الشهداء حقهم أنه يعرفوا الحقيقة، حقهم أنه يعرفوا مين دخل هالباخرة ومين غطى على هالباخرة. بس أما التعدي على الدستور والدعاء على رئاسة الحكومة هيدا أمر مرفوض، وأنا جيت وقف مع رئيس الحكومة والضامن معه. بالدستور تسلح زعماء الطائفة السنية للدفاع عن موقع رئاسة الحكومة ليكون رئيس الحكومة السابق تمام إسلام أكثر وضوحا وصراحة. قالها الرجل: رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان. سلام بدوره لم يكتفي بموقفه عبر تويتر، فاتصل بدياب مؤكدا رفضه التطاول على شخص دياب وعلى موقع رئاسة الحكومة. وكرت الصبحة، فبعد اتصال سلام السنيورة يهاتف دياب رافضا التطاول على موقع رئاسة الحكومة ورافضا خرق الدستور. وتتوقف مصادر متابعة لملف انفجار مرفأ بيروت عند موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي أعلن أنه قال في إفادته ما لديه ونقطع السطر. في مراسلته الغلطة كما يصفها مصدر متابع إلى مجلس النواب، أدرج صوان 11 اسما هم 4 رؤساء مجلس وزراء نجيب ميقاتي، تمام إسلام، سعد الحريري وحسان دياب، و8 وزراء تعاقبوا خلال هذه الحكومات في العدل، في المال وفي الأشغال. لكن ادعاء صوان بالأمس لم يشمل إلا حسان دياب من بين رؤساء الوزراء والوزراء غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. مصادر مطلعة على تفاصيل الادعاء تلفت إلى أن صوان في تحقيقاته لم يجد ما يستدعي الادعاء على رؤساء الوزراء والوزراء الباقين، لأن أي مراسلة بشأن شحنة نترات الأمونيوم لم تصلهم. يبقى أن المحقق العدلي سيحقق مرة جديدة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة الأسبوع المقبل، وفق ما تؤكد معلومات الأو تي في، بعد 3 ساعات من التحقيق معه
الخميس. وهنا تتوقف مصادر مطلعة على ملف انفجار مرفأ بيروت عند واقع أن الجهاز الأمني الوحيد الذي وضع تقريرا مفصلا حذر فيه من خطورة شحنة نترات الأمونيوم هو أمن الدولة، لافتة إلى أن المفارقة تكمن في خضوع مدير الجهاز للتحقيق وفي التوقيف المستمر للضابط الذي وضع التقرير وقام بالمراسلات اللازمة مع الجهات القضائية المعنية، بالإضافة إلى توقيف ضباط الأجهزة الأمنية الأخرى من دون الاستماع حتى الساعة إلى أي من القضاة المعنيين. في كل الأحوال وأيا تكن الملاحظات تبقى الأنظار شاخصة إلى الأداء القضائي، فالادعاء لا يعني الإدانة، والتعاون مع السلطة القضائية مسؤولية في جريمة بحجم انفجار مرفأ بيروت، علما أن التحقيق في المسؤولية التقصيرية في ملف انفجار المرفأ يفترض أن يكون موازيا لتحقيق لم تظهر نتائجه بعد. كيف وقع انفجار المرفأ؟ من جهته أكد وزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر أن المحقق العدلي تجاوز صلاحياته وأساء استخدام السلطة وتوجه إلى مجلس النواب، وزعم بوجود شبهات جدية حول كل رؤساء الحكومات وكل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الأشغال العامة والمال والعدل منذ العام 2013 حتى 2020 من دون أن تكون الشبهة جدية ومستندة إلى أي أساس قانوني إطلاقا. ولفت إلى أنه أصبحت مضطرا أن يقف أمام محكمة الشعب لأن القاضي صوان اتضح أنه منحاز لبل خالف الدستور. نستمع. الحقيقة يا سعادة المحقق العدلي، على كل حال أنا قلت هلأ أمام الشعب اللبناني والرأي العام اللبناني، الحقيقة تسكن في المرفأ سواء كانت آتية من الداخل أو من الخارج، هذه هي الحقيقة. بدي في مستند بس حبيت أعرضه عليكم، هو رقم 14 سلمته للمحقق العدلي. محامي هيئة القضايا في وزارة العدل، يعني هون هلا وزارة العدل، احنا ما عم بحكي كلام هلا او موقفي لحتى طالب بالادعاء على احد اخر، لا، بس بدنا الحقيقة، بدنا العدالة، بدنا الاصول الدستورية والقانونية تتطبق على هذه الكارثة اللي صنفت انها ثالث كارثه في العالم، ثالث انفجار في العالم. نحن بالنسبه لنا كلبنانيين بنعتبره هو الانفجار الوحيد في العالم حصل بحق الانسانيه وبحق البشر وبحق الحجر. تهرب تهربا من المسؤوليه، فالمسؤوليه تفترض العلم التام بالمخالفه، وهذه متروكه برجع بقول للقضاء وفقا للاصول الدستوريه والقانونيه التي ارتكبها المحقق العدلي مخالفة دستورية صارخة لا مثيل لها. يمكن مثل ما بدي شبهها بالكارثة تبع الانفجار بس، ولكن كارثة على مستوى العمل القضائي بشكل عام. وما رح كبر كلام بهذا الموضوع بس، ولكن بختم بقول بئس القضاء إذا في كان هناك قاض كفادي صوّل، بس بدي اقول هالكلام. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم لنا عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف عبر السكايب. مساء الخير سعادتك. مساء الخير لك وللمشاهدين. اهلا وسهلا سعادتك. اذا بدنا نحدد نقطه حتى نبحث فيها نحن واياك بهيدي المداخله، وهي توجه بعض الافرقاء من علي حسن خليل لنجيب مئاتي، هادي أبو الحسن، فؤاد السنيورة، وأيضا ما يمثلون يعني هؤلاء، أنه عم بيجربوا يشيروا بإصبعهم أنه على رأس السلطة التنفيذية اللي هو طبعا فخامة الرئيس، أنه المحاسبة يجب أن تبدأ من هناك. شو رأيك بهذه النقطة؟ يعني ظرف جمعة واحدة ساعة بيقولوا أنه هذه مش صلاحيات الرئيس والرئيس ما قاله، بنرجع بعدين وقت في اتهام نجي نقول بنفتش على هذا الموضوع بالسياسة لا أكثر ولا أقل. يعني نحن كمان بنستغرب، استغربنا يعني اليوم الطريقة اللي طلع فيها الادعاء وما عندنا أجوبة عليها، يعني ناطرين نشوف توضيحات أكثر، بس مش ضروري يعني دغري حيلا قرار بيطلع ولا حيلا ادعاء بيطلع نجي نشوف كيف بدنا نستثمره بالسياسة ونبلش نشوف كيف بدنا نوجهه على فريق ولا على رئيس الجمهورية ولا على جهاز معين. يعني اوكي نحن كمان سألنا انه ليش هن هالاشخاص بس، هيدا الرئيس الحكومي وهالوزراء بس هن اللي طلع الادعاء عليهم،
خلينا نشوف الأجوبة تبع القضاء إذا كانت مقنعة ولا لا. كهيك كنظرة أولى إيه كلنا استغربنا مزبوط، لأنه ليش هيدا الوزير مش هيدا وزير الأشغال مش غيره، وهيدا وزير مالية مش غيره، وهذا الرئيس الحكومة مش غيره، علما أنه هذا الرئيس الحكومة يعني مش هو، لا أيامه فاتت ولا هو اللي نزل على البار عمل جولة، ومفروض يكون جهاز الأمن تبعه الرئيس الحريري هو فتش بالبار وشاف، ولا يعني في شيء يعني في شيء غريب. نستنى ننطر الأيام اللي جاية مشان نتأكد من صحية أو عدم صوابية هذا القرار. في نقطة مهمة أشرت لها حضرتك، وهي أنه في ازدواجية معينة بالتعاطي مع رأس السلطة التنفيذية، ساعة اللي بدنا بيكون هو المسؤول، وإذا أمور عاطلة بنحمله إياها لأنه هو على رأس السلطة التنفيذية، وحين يأتي فخامة الرئيس ليطبق الدستور وليستخدم صلاحياته التي يعطيه ويمنحه إياها الدستور، بنقول لا هو عم يتجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة أو غيرها. يعني بدي اقول لك شغله، بكل شغله بكل خطوه بيقوم فيها فخامه الرئيس بيبقى مستند على الدستور، وقت عم بيصير في سجلات بالموضوع عم يرجع يستند على الماده الفلانيه بالدستور شو بتقول وشو وكيف تتفسر. هلا هون في افرقاء تانيين طالع على بالهم يضلهم يتهموا بالسياسه، هذه الشغله ما راح يعني ما راح تخلينا نتراجع عن المطالبه بمحل معين بحقوق ولا بطريقه اداره، مش اطلالاتهم الاعلاميه ولا اتهاماتهم هن يلي راح يخلونا نغير هذا المسار ابدا. نرجع بنقول نحن اليوم انفجار المرفأ، العالم بدها تعرف كيف صار هذا الانفجار وليش صار ومين إن المسؤولين، ما طلع على بالها ابدا تشوف سجلات سياسيه. وهون القضاء بمحل معين ما بعرف قديش قادر يحكي، بس ضروري يكون في توضيح للراي العام بعد 5 اشهر. في عالم ناطره، في عالم أكيد. ناطره في عالم ما تعرف شو صار، ما فينا نجي الاتهام تبع اليوم يعني اذا بدك زاد الامور ضبابيه وغموض يعني. واكثر من هيك سعادتك، في نقطه كمان حابه اسالك عنها قبل ما يخلص وقتنا، وهي كمان البعض عم يلمس نيه للتوجه وتحميل الاتهامات لجهاز امن الدوله، علما انه هذا الجهاز هو الجهاز الوحيد الذي قدم تقارير وراسل قضاة، وحتى اليوم مثل ما تابعنا بتقرير زميلتنا نانسي صعب لم يستمع فادي صوان الى هؤلاء القضاة. هل هناك انت هل تلتمس نية لتحميل جهاز امن الدولة من جوزيف النداف الرائد جوزيف النداف حتى اللواء توني صليبا يحملون المسؤولية؟ يعني هذه الشغلة عن جد مستغربة، جهاز اجى على البور بال 2019، واول ما وصل هذا الجهاز هو اللي كتب عن موضوع النترات، هو لاحق موضوع النترات دامونيوم، بصفي هذا الجهاز المتهم. يعني في كثير امور غريبة، يعني حدا يجي يفسر لنا مثلا يطلع بكل وضوح يقول هذا الجهاز من شو مكون وكم عنصر عنده وشو وظيفته، وهذا الجهاز الثاني من كم عنصر مكون موجودين على البور وشو مسؤولياته، وهذا الجهاز الثالث، وهذا الجهاز اللي قال له للرئيس الحكومي وقتها اللواء صليبا قال له لازم تنزل لتحت في شيء في نترات دامونيوم، قال له لا هيدي ما بتحرز، هيدي شوية كيماوي. هيدا الجهاز بدنا نعرف على شو استند تيعطي، هل هيدا الجهاز تحقق معه؟ يعني هيدي الأمور عن جد خلوا التحقيق ياخذ مجراه، وبدون ما نسيس الأمور الرائد نداف والرائد فواز وغيرهم رواد عملوا شغلهم، حدا يشوف شو شغلهم. اليوم محطوطين بالحبس صار لهم 5 اشهر، طب هل هن هول الاشخاص المسؤولين؟ هو اللي راسل، هو اول واحد رائد نداف اللي حكي عنه للموضوع بصفي هو المتهم، او رئيس الجهاز تبعه يلي كمان حكي مع باقي السلطات بصفي هن المتهمين؟ بعدين انه جهاز امن الدوله ما شغلته لا المتفجرات ولا الشغل الامور الحربيه والعسكريه يعني. نعم نعم، هو اللي كلهم بده يتجاوب عليهم يعني مشان يقدروا يقنعوا العالم. يعني ما حدا بفتكر رح يرضى بانه يطلع اتهامات يمينا ويسارا بدون ما تكون مبنيه على وقايع وعلى مستندات. نعم، شكرا لك سعاده النائب ايدي معلوف عضو تكتل لبنان القوي على هذه المداخله.
أيضا للتعليق على المشهد الذي جمع معارضي حسان دياب حوله، تنضم إلينا عبر الهاتف الباحثة السياسية المحامية بوشا الخليل. مساء الخير. مساء الخير. يعطيك العافية ماتر. ماتر، يعني شفت المشهد اليوم وتابعتي، شفنا ناس يعني كانوا من أشد المعارضين لحسان دياب ولحكومة حسان دياب وحتى لشخص حسان دياب، ووجهت له أقصى الاتهامات ويعني إلى ما هنالك. أنت كيف شفت المشهد اليوم، زيارة سعد الحريري لحسان دياب دار الفتوى، يلي دار الفتوى المفتي دريان يعني ما كان عطيه موعد من بعد ما تم تكليفه، يعني شو رأيك؟ شوفي، في وجهين للحدث، والوجهين أنا بعتبرهم سلبيين. الوجه الأول هو ردة الفعل الأولى لدولة الرئيس حسان دياب، يعني أنا بقدر ظرفه النفسي لما بيوقع عليه الخبر بيتفاجأ فيه، وطبعا هو بيعتبره مخالف للدستور. ردة فعله أنه هيدا استهداف للموقع. أنا استغربت منه هو بالذات، يعني لو رئيس وزراء آخر من الطقم التقليدي اللي تعودنا عليه بهالكم سنة بلاقيها عادية، بس هو بالذات كونه إجا بعد ثورة وإجا بعقل جديد وبعقل ألماني، استغربت منه إنه فورا ردها للطائفة وللموقع اللي بيمثل الطائفة. هذا ما حبيته منه هو بالذات. هلأ الوجه الثاني للحدث إنه محاكمة رئيس الوزراء والوزراء بحسب الدستور مضبوط، انه هيدي من حق المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء. هلا في نص على رئيس الجمهوريه وفي نص على الوزراء ورئيس الوزراء انه هيدي بدها اذن من مجلس النواب، وفي إلى اجراءات معينه بتتم بمجلس النواب، يا اما برد الطلب يا اما بتشكل لجنه، واللجنه هي اللي بتحقق مع الوزراء، هي اللي بتحقق معهم وبعدين بتعمل قرار اتهامي بده ثلثي الاعضاء من مجلس النواب يصوتوا عليه حتى تحال بعدين للمجلس العدلي. هلا هون صار في التباسات، في حدا قال انه هني لما مثلوا قدام المحقق العدلي قبل كشهود انه كانهم تخلوا عن الحصانه او تنازلوا عنها، هذا رايي ما بعرف، يعني المواد الدستور اللي بتحكي عن الحصانه ما بتحكي عن هيك شيء يعني. هلا بيبقى اجتهاد، هذا اجتهاد شخصي. طيب يعني لحدا، انا بس حب اسالك عن مشهد معين ايضا قبل ما يخلص وقتنا معك. نعم. ماتر. نعم. كيف شفتي لدكتور حسان دياب واقف عن يمين سعد الحريري، وسعد الحريري عم بيقول ان هذا الموقع خط احمر؟ ليكي انا انسان كثير اصوليه بالشكليات، نحن محامين وتعودنا الشكل نسقط الاسباب. هو الشكل بس سعد الحريري اللي يوقف على يمينه، لانه هو رئيس وزراء ولو بمرحله تصريف الاعمال، الرئيس سعد الحريري بعده مكلف، فبالاصول مفترض الرئيس الحريري يوقف على يمينه بس، ولكن يعني القصه عم بتروح دائما بمنحى عشائري عندنا للاسف، يعني القرن 21 بعد امور كثير بتتم بشكل عشائري وبتصير بشكل زعمائي، يعني الطريقه التقليديه اللبنانيه وهي اللي ما بنحبها نحن. هل بكلام حسان دياب لما بيقول الموقع مستهدف، هل بتعتبريه عطى منبر ل يلي بخاصمه فخامه الرئيس سياسيا، بخاصموه بالسياسه انهم يوجهوا سهامهم عليه، منهم فؤاد السنيوره، منهم نجيب مئاتي وغيرهم؟ شو خص رئيس الجمهورية بهاي؟ يعني مفترض انه المحقق العدلي اللي معين من قبل وزير العدل وموافقة المجلس القضاء الأعلى وبدعوة محالبة مرسوم من مجلس الوزراء، لأنه هن قالوا مجلس الوزراء اللي بحلفه، شو علاقة رئيس الجمهورية؟ لأنه ماتر موجهة ضده الاتهامات، هن عم بيقولوا السلطة على المجلس العدلي. صحيح. وعلى المحقق العدلي. صحيح، ولكن هن عم بيقولوا هو رأس السلطة التنفيذية والمحاسبة تبدأ من هناك، هن هيك عم بيقولوا. هلا هيدا موضوع ثاني، لاقول لك شيء، اصلا المحاسبه بهذا الملف، انا بتمنى لو كان لي دور بشكل او باخر بهذا الملف، او كمحاميه ادعاء او بلجنه مختصه بمتابعه هالملف. هذا الملف فيه له ملابسات كثيره، والتحقيق مع الموظفين بده يبلش انه في واجب معين كان المفروض يقوم فيه الموظف وما قام فيه، يعني مسؤولية تقصيرية عن إهمال أو عن سوء نية، هون المحاسبة بالضبط، يعني إذا في إهمال بدها محاسبة وإذا في سوء نية بدها محاسبة. أكيد. في أحد الموظفين قام بكامل واجباته،
المدعي العام التمييز لما وصلت لعنده خلال 24 ساعه كان عامل كل الاجراءات اللي عليه، يعني انا تابعتها ساعه ساعه شو اللي عمله بحسب الاوراق اللي وصلتنا من الملف. يعني في موظفين يعني مثلا امن الدوله مع احترام وتقديري لدورهم ولكن تباطؤوا كمان. وانا طبعا انا بحمل مسؤوليه الامن بالبلد ودخول اشياء بتخلب الامن، وهذا النوع بالاساس مخابرات الجيش اللبناني هو المسؤول عن هذا الامر لمتابعته لحفظ امن الشعب وامن البلد، لانه نحن بنعرف نحن بالفتره يعني لحقنا اخر ايام المكتب الثاني كنا طلاب اول طلعتنا، وبنعرف انه اذا فاتت بارودي على البلد كان يتابعها ويلاحقها ويشوف شو اللي عم بيصير. بدك تشوفي اذا بتكف يد السياسه بهذا الموضوع لحتى الكل اللي بيقدر يستخدم صلاحياته يستخدمها. بعد بتحب تضيفي شيء؟ لا، انا اللي بدي اقوله انه تدخل السياسيين اصلا بالقضاء وتدخلهم بالامن وتدخلهم بهالشيء هو اللي مخرب كل المؤسسات للاسف يعني. نعم للاسف. شكرا لك الباحثه السياسيه المحاميه بشرى الخليل على هذه المداخله. على خط قضائي اخر، اصدرت المحكمه الدوليه الخاصه بلبنان حكم بحق سليم عياش المدان بالتامر لقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحسب المحكمه بخمس عقوبات بالسجن المؤبد. وفي هذا السياق غرد الرئيس الحريري قائلا العداله الدوليه اصدرت حكمها في والعقوبه التي انزلت بسليم عياش يجب وضع موضع التنفيذ، وعلى السلطات القضائيه والامنيه اللبنانيه القيام بواجبها في هذا الخصوص. وفي الموازاة غرد بهاء رفيق الحريري بالقول نطالب الدولة اللبنانية باعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة المزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحدا. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر السكايب الخبير القانوني والدستوري والباحث السياسي الدكتور عادل يمين. مساء الخير دكتور. مساء النور لك سيزي كريس وللمشاهدين. دكتور يمين، شو رأيك بحكم المحكمة الدولية، وأيضا شو رأيك بما غرد به الرئيس سعد الحريري وبهاء رفيق الحريري؟ هلأ اليوم اللي صدر هو تحديد العقوبة، أما حكم الإدانة على سليم عياش فكان صدر سابقا، ولكن عملا بأصول ونظام المحكمة هناك تجزئة بين إصدار الإدانة وبين تحديد الحكم العقوبة، وبالتالي ما حصل اليوم من تحديد العقوبة بالسجن المؤبد بحق سليم عياش ليس مستغربا في سياق قرارات المحكمة، ولكن بطبيعة الحال هذا الحكم وهذه العقوبة بالحقيقة بيطرحوا مجموعة أسئلة. يعني هل العدالة الدولية اللي كان عم بيعول عليها قسم كبير من اللبنانيين كل ما أنتجته هو الحكم وإدانة شخص واحد بتدبير مؤامرة؟ طيب إذا كانت مؤامرة وهي أكيد مؤامرة، هل ممكن أن يحوك وينفذها شخص واحد مؤامرة بهالضخامة من حيث الهدف ومن حيث الوسائل المستعملة؟ اثنين، هل النفقات الباهظة اللي تكبدها المجتمع الدولي وتكبد تقريبا نص لبنان وتحديدا الشعب اللبناني على المحكمة ذات الطابع الدولي من أجل كشف الحقيقة، اجت النتائج على قدر هالآمال وأيضا هالأعباء اللي تحملها اللبنانيون؟ هل انتظار كل هالفترة الطويلة من 2005 لليوم بعد 15 سنة، صحيح أول كم سنة ما كانت بعد نشأة المحكمة وبلشت شغلها، ولكن مجموع هالسنوات ال 15 سنة كل ما تمخضت عنه هو الحكم على شخص واحد وبأدلة تستند بشكل أساسي على موضوع الاتصالات، وهالأدلة البعض بيشكك فيها وبيشكك بجدواها وبجديتها. بعتقد اللي راهنوا على المحكمة الدولية هن اليوم أمام هالأسئلة وأمام يعني مراجعة فيما إذا كان هيدا هن اللي بينتظروه من المحكمة الدولية، وما إذا كانت المحكمة ذات الطابع الدولي حققت مبتغاهم، وهل فعلا هيدي هي العدالة؟ بس يا دكتور يمين، ما نحن عم نشوف انه اذا بتسمح لي قاطعك، عم شفنا ابناء
الشهيد رفيق الحريري عم بيطالبوا بتسليم سليم عياش وبالاقتصاص منه يعني، وبالتالي هن مقتنعين. ليش بدنا نجي نلوم المناصرين او اللبنانيين يلي عم بيصدقوا هذه الاحكام؟ لا يعني انا بتفهم طبعا وبقدر شهادة الشهيد رفيق الحريري، وبتفهم اوجاع اهل الضحايا جميعا بما فيهم سعد الحريري وبهاء الحريري، ولكن بعتقد سواء الرئيس سعد الحريري او الشيخ بهاء الحريري ما كان عندهم خيار الا الترحيب والقبول والتسليم بنتائج المحكمه، لانه كمان عندهم احراج بعد هالرهان والتعويل على المحكمه ذات الطابع الدولي، وصلت ل ربع حقيقة أو ربما لا حقيقة. يعني هل حكم المحكمة بالفعل أوضح الحقيقة؟ أوضح من هو المقرر، وأوضح من هو المقرر ومن هو المنفذ؟ بعيد كان آل الحريري عندهم إحراج وما عندهم مجال إلا أنهم يسلموا ويرحبوا، لأنه كانوا رح يوقعوا بالفعل بمأزق. فإذا رفضوا نتيجة المحكمة شو البديل بالنسبة لإلهم؟ وبعدين رسم علامة استفهام على الرهان اللي أخذوه وأخذوا اللبنانيين عليه، وكبدوا الخزينة العامة مئات ملايين الدولارات، وبالآخر ما يقبلوا بنتيجة المحكمة أو يشككوا عليها، بالوقت اللي هن قضوا كل هالسنوات يرفضوا كل تشكيك وكل ملاحظة وكل تحفظ على إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، وكذلك على عملها وعلى العيوب اللي اعترت التحقيقات الدولية، ومن ثم شهود الزور وعلامات الاستفهام طبعاً. اللي ارتبط حول التحقيق والمحاكمة. طبعا هذا مسار كلنا نتذكره. شكرا لك الباحث السياسي والخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين على هذه المطالعة. شكرا لك. فاصل من واصل بعد النشرة. عودة لمتابعة النشرة. وقع إشكال بين مرافقي الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري وعدد من الناشطين الذين اقتحموا عشيقه وأخيه نادر الحريري في مطعم جافي في وسط بيروت، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الإشكال. وكما يظهر الفيديو فقد كان الناشطون يطالبون الحريري ومن معه بمغادرة المكان، ليحصل بعد تضارب بين الناشطين ومرافقي الحريري. من تابع سوى الفيديو. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، إنستغرام وتويتر. تصبحوا على خير.